السلام عليكم. بون كانوا عندي دي فيديو قدام درتهم. بون وحده راح ندير اونشينمون. غادي يطلع غدوة الصباح. قد بان وجهكم اللعين وخزيكم. شكرا ترامب لك أن أظهرتهم عباد فرج للنساء جميعهم، كلاب عاهرة وتتحكم بهم، بماء حيض العهر سكرى جلهم حتى استبان دناءهم في وجههم. بني تلول، بني تلول، بني تلول الجاهلين تطاولوا، تبت يداهم حيث لا دينا لهم، قد اجمعوا كل العيوب بوصفهم، عرص على عرص وهذا دعبهم، عرص على عرص وهذا دعبهم، ومشايخ السلطان فتواهم علن، لعنوا بني تلول مع علمائهم، لعنوا بني تلول مع علمائهم، علماء دين كالعانات لحائهم، صنعت لخدمة إسرائيل لحاؤهم. أيا شعوب الأرض، أيا شعوب الأرض، أيا شعوب الأرض ثوري بوجههم، هيا اقلعي من ورد طهرك شوكهم. أبناء عار قد تمادوا بعهرهم، ما عاد صبر في النفوس لفعلهم، القدس بيعت بالتآمر خلسة، بيعت بالتآمر خلسة. فيا شعوب الأرض قومي ضدهم، فيا شعوب الأرض قومي ضدهم. هذا أردوغان، هذا أردوغان وليس عربي أصله، قد قال أن القدس من روحي أهم، قال أن القدس من روحي أهم. رجل عظيم تشهد الدنيا له، وبصدقه يثير دوما غيظهم. يا طفلة في القدس أثرت عنوة، لا تصرخي فلقد أصموا آذانهم. يا عهد لولا سلطة عميلة، يا عهد لولا سلطة عميلة، لما تطاول اليهود بظلمهم، هم العملاء لليهود وعونهم، ولولا ذلك ما استمروا بحكمهم. عهد التميم لا تنادي أحدهم، هم قريبا سوف يلقوا زوالهم. كوني كغدة في الصمود على الأذى، هم واليهود تعالت فوق حصارهم، تعالت فوق حصارهم. لجميعهم، لجميعهم، لجميعهم هذه الرسالة مننا، فليذهبوا بالعار، فليذهبوا بالعار صوب جحيمهم، صوب جحيمهم، صوب جحيمهم، صوب جحيمهم. هذا إمام تونسي. أولوية في تلك التصرفات العربانية التي نراها اليوم في بعض دول الخليج، تلك التصرفات التي سترونها الليلة على شاشات التلفزيون وفي هواتفكم الذكية على شبكات التواصل الاجتماعي، سترون أكبر سابان، أكبر شجرة سترونها في بلاد العربان، سترونها وسترون الشماريخ والألعاب النارية بملايين الدولارات تتزين بها سماء تلك البلاد في ابتهاج وفي احتفال لا يفعلون ذلك في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لا يفعلون ذلك لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. أنا مش اللوم الغير الغربي، الغربيين راهم في دينهم وفي أمورهم، فهمت ولا؟ أنا اللوم العربان، ألوم العربان، عربان الصحراء، عربان الرمال،
عربان الإبل ورعاة الإبل كيف انسلخوا وكيف انصهروا وكيف ذابوا وكيف ضيعوا وكيف تشبهوا. نقول لهم كأنتم الآن تعرف شو تعملون، تظنون أنكم ما شاء الله إذا فعلتم هذا تقولوا الغرب ينظر إلينا، احنا لسنا دولة متطرفة، نحن متقدمون متحضرون متنورون منفتحون، نحن رضينا عنكم، هل رضيتم عنا؟ هذا هو لسان حالهم، والناس تضحك عليهم، يضحك عليهم القاصي والدنك، يضحك عليهم العربي مثلكم ويضحك عليهم الغربي كذلك. القصر العربان مش يعملوا. أنا أسألهم، هل هؤلاء الذين تسترضونهم بهذه التصرفات الحمقاء، هل هؤلاء الذين تسترضونهم هل يحتفلون بعيدكم أنتم؟ هل يطلقون الشماريخ ليلة عيد الفطر لما سمحت مفتيكم يخرج يقول غدا عيد الفطر أبشروا أيها المسلمون وأفطروا؟ ها؟ لما يخرج مفتي الهلال تبعكم ويقول إيش؟ غدا العيد، هل يخرجون محتفلين مهللين مكبرين ويزينون سماء بلادهم بهذه الشماريخ؟ هل يزينون منش عارف أنا قنواتهم ولا صفحاتهم مثلا بكبش عيد هكا بالقرابط وبالواحد مثل ما تزينوا انتم السفاة والأشياء هذه في بلادكم؟ لا يفعلون هذا. ليش؟ لأنهم ناس عندهم شخصية، لا يذوبون ولا ينصهرون. كل إنسان عنده شخصيته وعنده هويته وعنده خصوصيته. أنت ليش أنت ترخص من نفسك؟ ليش؟ لماذا هذا الرخص؟ لماذا هذا التدني؟ لماذا هذه الحقارة؟ وبعدين المسألة لها من الخطورة الشيء الكبير المتعلق بالعقيدة أولا. اثنين، نسأل هذه الشماريخ وهذه الألعاب النارية وهذه الأشياء بالفلوس ولا بلاش؟ هل أموالها طائلة؟ فهل طورتم بها أنفسكم واقتصادكم وصنعتم بها بدلا من الاستهلاك؟ هل أطعمتم بها جياع المسلمين من جيرانكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع. وجيرانكم جياع في اليمن، لو كنتم مسلمين حقيقة لكانت هذه الأموال تذهب إلى البطون الجائعة في بلاد اليمن التي جوعتموها ودمرتموها. أين إسلامكم؟ بل قبل الإسلام أين عبوروبتكم؟ العرب ما كانوا هكذا، العرب كانوا أهل عزة حتى أهل جاهلية، لكن عندهم من الأنفة والرجولة والعزة والنخوة ما فقده هؤلاء. هؤلاء مشكوك حتى في عروبتهم، ورب البيت مشكوك حتى في عروبتهم. إذا ما يعملوا تيست أديان، نعملوا لهم التيست أديان ونشوفهم عرب؟ هذا لا، مستحيل. العربي حشاه يا ودي، حتى عربان الجاهلية ما كانوش هكذا، مستحيل والله، ما يعطي ولي ذل أبدا، عندهم نخوة وشهامة. شيء عجيب والله، شيء نطق الحجر، شيء عجيب. جيران لهم يموتون جوعا. قيل لعمر بن الخطاب غير كسوة الكعبة، تهرأت كسوة الكعبة، قال بطون جياع المسلمين أولى من كسوة الكعبة، بطون جياع المسلمين. الليلة يحتفلون، الليلة عندهم احتفالات إلى الصباح. أنا لا ألوم غير المسلمين في دينهم وشعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكم دينكم ولي دين، اللوم على هؤلاء العربان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك القادر عليه. تفضل أذن. بون حزب الله دولة حتى ترى حزب الله دولة مش موضوعنا، يا حزب الله قتل الحالة والله ما قتل الحالة، هذا موضوعنا. كمل
شو فكر انت عقل ضخم اكلين اربع كفوف بالمنطقه كف باليمن وكف بكردستان العراق وكف بموضوع احتجاز سعد الحريري ويعني شو بعد مفكر انت يعني عندهم هالانجازات الضخمة اليوم فانا اذا بجي اطلع بالمشهد يا اخي متى دعمت حركات المقاومه لا تحكيني انظمه احكيني متى دعمت حركات المقاومه بدولار واحد لشراء رصاصه توجه للعدو الاسرائيلي من مين يعني من السعوديه من الامارات من البحرين قول البحرين رايح لمحل الله أكبر يا أخي ألا يوجد أحد في هذا العالم يقول للرجل أعقل أنت عربي أو أعقل يا أخي لوين رايح وساسه كله عربي لك أي ماشي كمل الفكرة أنا ألفت لك نظرك لشغلي لاحظت لما لم أتهجم على الكويت لأن الكويت موقفها من موضوع فلسطين موقف مشرف كلهم موقف مشرف لا ابدا والله يا دكتور ذبحت فيها لا 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 والله ذبحت موقف مشرف ذبحت الكويت موقف تاريخي من الذي حارب جمال عبد الناصر ومن الذي حارب حافظ الاسد ومن الذي تآمر يا اخي خديجة إضافي على صدام حسين ومن الذي تآمر على كل الدول العربيه ومن الذي يدفع اليوم مالا لتدمير سوريا ومن الذي أخذ المنطقة إلى ما هي عليه اليوم ولمصلحة من تدمير سوريا ومن مول داعش ومن مول النصرة ولماذا يدفع 500 مليار دولار لترامب ولا يدفع 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة كلام تحكه كل يوم تقول الحاجة هذه أسئلة كلها يتسوى مطروحة بس ولكنكم لا تملكون أجوبة من 70 سنة يا خي طلقة يا أخي ما راح أقول لك لا حزب الله ولا إيران يا أخي صدام حسين ضرب 39 صاروخ يا سلام إن كنتم رجالا في هذا الخليج اجعلوهم 40 صاروخ صاروخ واحد الله يديك واطلع احكوا بالمقاومة واطلع احكوا بالعروبة واطلع احكوا بالشعارات بس ولكن شاءت الصدف أن تكون فلسطين في هذا الشرق وهذا الشرق لا يشترى لا بمال ولا تمر عليه مؤامرات حالة الوعي لدى الشعوب العربية واضحة ودرجة معرفة الشعب العربي من يتآمر عليهم عالية جدا يشتم حكام المتآمرين وفي مقدمته محمد بن سلمان يوميا عشرات آلاف المرات على تويتر وأنت تعرف ولا هم من الشعوب العربية ترفع صور سلمان في الجزائر والجزائر صاحب التاريخ في المقاومة ويقال له يا خائن الحرمين هذا صوت الشعوب العربية ماذا تريد أن تقول للفلسطينيين الذين لم تدعم فصيل مقاوم منهم يوما واحد ببندقية كلاشينكوف بال2006 أنت قلت بأننا أبدعنا ماذا حندير هادي بس حنديرها أز فيديو باش تشوفو بس قولي ما نقدرش ندير الصوت إذا الفرنى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا لا تجعل يدك مغلولة عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ثورة أمك على الخروف الحالي شو أنت عند أمك؟ لا أخبز يا رب يا رب العالم بطرانا نحن بخرج هون لك قديش طلعنا وإيش تعطي بالأرض قدام العالم بطعطي لحدا بتكبر احمد الله على النعمة اللي انتوا عايشين فيها والله ان العالم كله حاسدينكم يا السعودية حاسدين واحد ما حاسدهم احمد الله والله اخوكم من اليمن قسم بالله ان احنا عايشين في ازمه لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى
لو جيت أنت يا سعودي تعيش عندنا في اليوم ما تقدر تعيش يوم واحد، تقول هذا أنا عايش في كوكب غير الكوكب اللي هو الأرض، كوكب الأرض، مع أن إحنا دولتين جنب بعض وحنا جيران بس ما تقدر تعيش. لما راح المدرسة متى آخر مرة أكلت لحمة؟ من يومين صلّك مع كلاس؟ طيب قل لي شو جاي عبالك أنت؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله ما على بالي نكمل هاد لي سواق، ما نكمل هاد لي سواق بصح كما يقول لك غير الأمانة والقناعة تتجلى بأبهى صورها عند هذا الشاب عبد الله، عامل تنظيف يعمل بأجر يومي في بلدية الكوت، عثر على كيس يحتوي على 16 مليون دينار أثناء تنظيفه لإحدى الحاويات، فأصر على إرجاعها إلى أهلها رغم ضنك العيش الذي يمر به. عامل أنا بلدية، نشتغل العصر مسائي، فأشتغل ولقط، ففتحت العلاقة شقيت عبالة خبز بها، فلقيت مبلغ فلوس فأخذتها وضمتها، أخذتها للبيت وضمتها، فاحتازيت 5000 بالليل، رحت قرضت ما أخذت من المبلغ، الفلوس 16 مليون وبين وصل مال طابو مستند، فرحت العم أبو حيدر فاتصل بابنه وخابره وقرض طابو، قال هذا الشخص فلان هنروح نودين، رحت وديتين له قلت له هذا حلالك والله بدالك. الحادثة اللي صارت قبل أيام، احنا بعنا بيت، أثناء ما استلمنا العربون الأول أو القسط الأول من المبلغ هو كان 51 مليون، بعد تقسيم المبلغ أو شراء بعض قطع الأراضي بقي 16 مليون. هذه 16 مليون حصلت أنه أحد الأخوة أعطاها لأخ الثاني، وصار فرد شيء أنه كانوا مستعجلين بالذهاب إلى مكان، فبقي المبلغ في يعني على المولد مال البيت. فتعرف الأطفال من يشوفون مثلا كيس فيه شيء يشبروا بالنفايات، فذبوا بالنفايات. بعد ثاني يوم افتقدنا المبلغ، بعدين سألنا قال ذبينا بالنفايات، بقينا بحيرة. فأنا من سألت جماعة عمال النظافة، فهم الناس يعني أحد الأخوة ظهر لاقى المبلغ، فكان متخوف أنه خاف يعني يكون يطمئن ويتأكد. بالتالي بعدين هو اجانا بالليل قال انا لقيت الفلوس وكذا، كنت ادور اثناء التنظيف، انا اقول اجمع قواط وخبز كذا فافتح العلاليك حتى اشوفه، فتفاجئت من شفت المبلغ، فيقول ضميته بقيت محتار هذا المن زين، انا اعرف اقرا واكتب حتى اقرا المكاتبه ارجع الفلوس. يقول بعدين انت من جيت سالت جماعه، انا صار ببالي فرحت الشخص يعرفك، فقال يابا أنا أعرف قرأ المكاتب وشاف الأسامي، فبالتالي هم أجوا بالليل جابوا المبلغ وجوا. ولكن الشيء المهم بالقضية أنه أنا من جاب المبلغ قال احسبهن، قلت له بعد أنت هاي أمانتك أنا ما قدر أحسب وراء، أنت بعد مجرد أمانتك ورجعت لي المبلغ أنا شنو أحسب؟ وحقيقة أنا أخذت المبلغ خليته قدامه، قلت له أنت شو عجبك أخذ مني أو تأخذ المبلغ كله، أنا مبر الذمة، لأن هيك إنسان ما تحصل هيك إنسان. مجتمعنا هسه تفتقد، مجتمعنا يفتقد إلى ناس أمناء وتحسبهم أغنياء من التعفف. عبد الله صاحب عائلة مكونة من 4 أطفال يعيشون في دار متواضعة، أمه أنهكها المرض حتى عاد يكلفه علاجها الجزء الأكبر من راتبه، وبرغم هذه الظروف المعيشية الصعبة إلا أنه أبى أن يأخذ شيئا من هذه الأموال. أنا
بالبلدية عند 4 جهال، وبالبلدية وجور يومه صار لي 11 سنة، فأكثر شيء راتبي قاضي على علاج والدتي. هاي لبار وهاي العلاج بها حالة نفسية وبها شلل مرض أعصاب، فأظروفه كلش تعبانة، حصر علي الملابس الله وكيل، حصر علي العشاء. لا والله فلوس لا مديت علينا، واحتازيت 5000 رحت الدينت ورجعت المبلغ الراعي. يا يوم والله ربيت ولدي لا ياخذون حرام لا تشيني، وحنا تعبانين وهذا على اللي تشوف. الحكاية هذه اللي ما يفهموش اللغة هذه، سيد حاجاكم زبال، هي خدمة شريفة على كل حال، إسانسيال يأكل الخبز منها. 15000 بس 16000 التحم داهم للدار خباهم، بدأوا سكساو سقساو تاع هذوك اللي يرفضوا الخماج، مع اللي راح عطاو درهم قالوا حسبهم، قالوا ما نحسبهمش، قالوا ادي منهم وش حبيت، ما حبش يدي السيد، رجع الامانه. مرت يماه ماشي مرت استغفر الله ربي، يماه مريضه بلعصة قاعده في فلرد اونديكابي، عندها تشرب الدواوات بزاف. انتوكا هما داروا نداء للمحسنين باش يحسنوا يمدوا لهم شويه هكذا، كش ما كل واحد يمدلو بصح هكذاك، وما خانش الامانه، لقى الدراهم ورجعهم لمولاهم. كان فيديو فات على بن سلمان، بن سلمان حرامي، هو أبو ابن زي ابن أبو بن زايد، شاري بابور ب550، البري تاعو ب350 و30، شاري طابلو 95 و450، شاري فيلا ب300 مليون، وزاد مد الماريكان جزية، راح لهم مد لهم، راح لهم جابهم مد لهم، مدوا منها 27 مليون دولار للصهاينة مدراهم السعوديين. والله يعلم قاع هو اللي مد 27 مليار، قال لهم قال ترامب هاك وصلهم له، ماشي محال، واحد كما يقولك توتي بوسيبل. مجوع شعبه، الضرائب كل يوم ضرائب، والضرائب على بالنا باللي حرام في كل بلد مسلم حرام، بصح السعودية دوكا الحكام هما ماشي حاميها، هما حرامية، كي هو كي باباه حرامين في زوج، يسرقوا في الشعب وداخلين الحرب وحابين يزيدوا يدخلوا حرب واحدة أخرى. نعالكم الله.